الباب الثاني: الزوايا والمستقيمات المتوازية. مسلمة الزاويتين المتناظرتين يقول: إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متناظرتين متطابقتان. طالما أن المستقيمان هؤلاء متوازيان فإن قياس زاوية واحد يطابق قياس زاوية ثلاثة بالتناظر، وكذلك اثنين وأربعة متناظرتان متطابقتان، وكذلك ثمانية وستة متناظرتان متطابقتان، وكذلك سبعة وخمسة متناظرتان متطابقتان. مثال واحد: في الشكل المجاور قياس زاوية خمسة راح بيساوي 72 درجة. يقول: أوجد قياس كل من الزاويتين الآتيتين واذكر المسلمات أو النظريات التي استعملتها. طيب، زاوية أربعة، طبعا هو مدين في المعطيات إنه قياس زاوية خمسة يساوي 72 درجة. تعال نشوف كده، هنقول إنه زاوية أربعة تطابق زاوية خمسة فإن قياس زاوية أربعة يساوي قياس زاوية خمسة. نعوض عن قياس زاوية خمسة زي ما أعطانا إياه في المعطيات، يبقى إذن قياس زاوية أربعة يساوي 72 درجة. بالنسبة لزاوية اثنين، زاوية اثنين تطابق زاوية أربعة، وطبعا هذا بالتقويم بالرأس، وزاوية أربعة تطابق زاوية خمسة، وهذا من مسلمة الزاويتين المتناظرتين. نستفيد من خاصية التعدي إنه زاوية اثنين تطابق زاوية خمسة، يعني قياس زاوية اثنين يساوي قياس زاوية خمسة، وقياس زاوية اثنين يساوي 72 درجة. على فكرة بس الحين جاية إنه زاوية اثنين وزاوية خمسة التبادل الخارجي هذا طالما التوازي موجود يبقى إذن كذلك هما متطابقتان. بس تمضي وقت إن شاء الله. نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليا يقول: إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين داخليا متطابقتان، يعني اثنين تطابق أربعة تبادل خارجي، واحد تطابق ثلاثة تبادل خارجي. نظرية الزاويتين المتحالفتين: إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متحالفتين متكاملتان، يعني واحد واثنين مجموعهما 180 درجة، وأربعة وثلاثة مجموعهما 180 درجة. أنا أتكلم عنهم كزوايا وليس كأرقام. نظرية الزاويتين المتبادلتين خارجيا: إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين خارجيا متطابقتان. ولذلك في هذا المثال السابق كنا نقدر إن احنا نقول إنه زاوية خمسة تساوي زاوية اثنين بالتقابل الرأس وخلاص، يعني بتساوي 72 درجة مباشرة. شارع A وشارع B متوازيان ويقطعهما شارع C، فإذا كان قياس زاوية واحد يساوي 118 فأوجد قياس زاوية اثنين واذكر المسلمات أو النظريات التي استعملتها. طبعا زاوية اثنين تطابق زاوية واحد، نظرية الزاويتان المتبادلتين داخليا، يبقى إذن قياس زاوية اثنين يساوي قياس زاوية واحد. أنا عندي أصلا قياس زاوية واحد في المعطيات 118، يبقى إذن قياس زاوية اثنين تساوي 118. مثال ثلاثة يقول: استعمل الشكل المجاور لإيجاد متغير في كل ما يأتي. يعني هو عايز قيمة X، طبعا طالما التوازي موجود يبقى احنا عارفينها نعمل ايه. قياس زاوية واحد أعطاك إياها، قياس زاوية أربعة أعطاك إياها، يقول فأوجد قيمة X. المشكلة إنه زاوية واحد وأربعة ما لهم علاقة، يعني ما درسنا لهم علاقة، هذا الشكل ما درسنا له علاقة الآن في المسلمة. تعال نشوف. يقول زاوية ثلاثة تطابق زاوية واحد بالتقابل الرأس، يعني الحين قياس زاوية ثلاثة يساوي قياس زاوية واحد، يعني قياس زاوية ثلاثة يساوي 85 درجة. طيب، بما أن المستقيمان R و S متوازيان فإن قياس زاوية ثلاثة وقياس زاوية أربعة متحالفتان متكاملتان طالما التوازي موجود. طيب، مجموعهما يساوي 180 درجة، يبقى إذن نعوض عن قيم الزوايا
85 درجة زائد 2x ناقص 17 يساوي 180 درجة. بالتبسيط صار 2x موجب 68 درجة يساوي 180 درجة. تبسيط زيادة يعني ال 68 إشارة مخالفة للجهة الثانية. 2x يساوي 112، x بيساوي 112 تقسيم 2 يعني 56 درجة. نظرية يقول إذا كان مستقيم عموديا على أحد مستقيمين متوازيين في مستوى فإنه يكون عمودي على المستقيم الآخر. الواجب شكرا على المتابعة، في أمان الله.